انت شو عم تعملين؟ انت لازم تسكتي، اصلا انت وحده سيئه كتير. هلا عم برمي غراضكم لبرا، بس ما عندك فكره شو ناطركم. بس انت كيف فيكي تعملي هيك؟ نحن دفعنا لك 75,000 اجار. ايه العقد كان مكتوب قبل ما تتهموا ابني زور بالجريمه، وهو بريء منا، بس ما رح تضلوا هون ولا لحظه. طول ما ابني موجود بالسجن قولي لي وين رح تبقوا، بالشارع يا اما بتسحبوا الدعوه ضد ابني، يا اما بتطلعوا من هون من بيتي ومن هاللحظه. ليك اسمعيني، ما بنسحب الدعوه حتى لو هالشي كلف البيت. يا بامي رجعي بيتك، بس ابنك اكيد رح يتعاقب شو ما صار. اعملي شو ما بدك. يلا اطلعي برات البيت، روحي عدي بالشوارع. هلا بس يروح البيت منكم ما في ولا مكان تبقوا فيه، ولا حتى اكل تاكلوه، نصكم رح يموت. يلا الكل يطلع لبرا. بعدين يا بابي يلا خلصنا، انتوا روحوا من هون، نحن رح نسحب القضية. لا يا خالتي لا تعمليها هيك، رح تفشل. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية.